موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج جديد. قبل ما يبدا المقطع لا تقصرون بالدعم، لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات، اهم شيء الله يسعدكم. القناة الثانية حقت رياكس تحت في الوصف. اوكي ذبانة، ممكن نصور يعني الله يسعدك. مقطع اليوم راح يكون ماب، لكن اليوم ماب مختلف جدا جدا جدا. اليوم الماب راح يكون ماب، هو ماب صعب اوكي، فتخيلوه ماب صعب والمقلوب. اول مرة اجربه في روكت، اتكسرون بالدعم اذا تبون نكثر من المابات الصعبة زي كذا، لانها بتحسن من لعبنا. وبحاول اني انزل معها مابات، يعني ما راح يكون ماب واحد، مقطع راح يكون ماب ومع ماب ثاني، احتمال يكون ثالث بعد اذا في مابات. اي احد عنده مابات عربية اجنبي اي شيء، اكتبوا لنا تحت في الكومنتات الكود حقها وباذن الله نلعبها في المقطع الجاي. يعطيكم العافيه على الدعم اللي قاعد تسوونه، الله يسعدكم جميعا. لا تنسون كود الايتم شوب في اس ال. ما ادري ايش اقول، شكرا لكم اللي قاعد تحطونه في الايتم شوب، سواء تشترون ولا ما تشترون كود الايتم شوب في اس ال، او اذا تبغى تحط كود اي يوتيوبر ثاني تحبه، لكن لا تخلي الخانه فاضيه. اعطوني رايكم في الغرفه كذا، في تعديلات بسيطه وباذن الله في تعديلات جايه بعد. خلونا نبدا في المقطع. مثل ما تشوفون الحين هذا الماب، ماب جدا عادي، مو جدا عادي، جدا صعب. ليش؟ طيب مثل ما تشوفون هذا هو الماب، الماب اسمه رينج 3. راح نلعب صعوبه في البدايه وبعدها راح نحول الجرافيتي الى زيرو. فحاليا قاعدين نلعب بدون ما نقلب الماب، بعد شوي راح نقلب الماب راح نشوف. فهل مخلصه؟ ما ادري صراحه، لكن ان شاء الله يعني. اوه هذه ما شفتها. اوكي اوكي اوكي، بدايه امورنا طيبه للحين. اوكي اوكي راح نقل. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يا ساتر. لا 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 نادشيني لحنتها. بسم الله. اوكي اوكي، مثل ما تشوفون شوفوا كيف يعني نقلب الماب وبعدها تشتغل. يا ساتر يا ساتر. ها ايش في؟ صعب يا شباب، والله صعب. قاعد ينزل على تحت. اي قاعد لازم تضغط بوس عشان تنزل السياره. شوف كيف سرعتها. وات از ذس؟ الله يعيننا. هو بيرقينا غصب. شوف هاي 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 هاي، وش السرعه هذه؟ ليش قاعد يسرع؟ لانه هو قاعد يسرع، الجرافيتي زيرو قاعد يرجع لفوق من نفسه، والذبانه شغلتني خلاص. وحتى قاعد اوزن بس مو قاعد تضبط. اوكي 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 اوكي. الحين ما ضغطت بوست او ضغطت شوي يعني. لو قد بوصل نطلع ونسويها من جديد. الله يعين يا شبابي يا شبابي يا شبابي. اوكي قلت انه سهل صراحه. انا شفت سكوشي يسويها، سكوشي يعني ما يقارن فيني ابدا، يعني انا افضل منه. هداوه 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 هداوه. ممكن ايوه ايوه. شوف كيف يضغط بوست تحرك سياره غيره. لا ارجع لفوق. اوكي وزنت. ها انا ضبطتها. تكفون اسوي الحلقه ذي. يس. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركه الله نبدا. يا رب يا كريم يا رب يا كريم. والله سريع. اروح يمين يروح يسار، اروح يسار يروح يمين، بس كذا لا اعمل لحسه لحسه. اوكي والله العظيم صعوبة، والله صعوبة. لا 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 يو لا. تكفى 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 تكفى. ايوه خش 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 خش. لي على الثاني. الله ثالث. والله لو سويتها كيف بيسرع الحين سرعة مو طبيعية، لان ما في جاذبية، ما في جاذبية شباب. شوف حتى وانا مخليها هادي ما قاعد تمشي وتدرف من نفسه كذا، بعدين حبه كذا. ارفع ارفع ارفع. الله اوف 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 اوف. والله العظيم مشينا صح يا عيون. يمدينا، انا بقول يمدينا سوينا نسوينا نسوينا هذا ايش؟ اصعب ماب وبالمقلوب. اهلين هياط. يوه وزنت كيف انا؟ لا 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 تكفى. الله والله العظيم ما مصدق اني وصلت كذا، اقسم بالله ما مصدق. هذه كور او الرينجز هذه اصغر بكثير. ها؟ كذا الوضع يقول شحادك؟
والله ابغى اطلع محتوى. ثاني شيء ابغى اتدرب، ابغى اعلم نفسي الاير رول، لان الجرافيتي يعتبر كانك ماشي بالسياره مقلوب في الهواء في الجو، كانك بتسوي سيلينج، فهمتوا؟ فالصعوبه صايره دبل. انا بتعلم على الاير رول، اني ما اعرف اير رول الى يومكم، يعني كم لي وانا العب روكت ما اعرف اير رول، فلازم المبات هي اللي تعلمني. طيب نوزن نوزن نوزن. اوكي تكفى تكفى، والله لو وصلت بالحلال. هنا 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 ايش فيه؟ سيارة قاعد تمشي فوق. تكفى تكفى، الله الله العظيم، تقدم جميل جدا. لا لا لا، هجت هجت هجت، ما احتاج ما احتاج ما احتاج نروح هذا، لانه بيحوس نحاس، لانه بيخلينا مقلوب. اوكي روح الاصفر بعده، بعدين على الازرق على طول. يو 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 يو، نزل 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 يا كابتن نزل. الله وصلنا للصفراء يا لبي. والله ما ادري ليفل كم. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، والله يا ساتر. الرنج ذي صغار جنب بعض، لاصقين في بعض، ما عندك توزن. افضل طريقه انك تهدي انك تصقع الحلقات هذه بطريقه. لا لا لا، هجت 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 هجت. كيف الرنج قاعد يرفعني على فوق؟ الله ياخذ بيسه. تكفى 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 تكفى. الزرقاء ان شاء الله انها اسهل ان شاء الله. تكفى الازرق ان شاء الله انها اسهل. يا ساتر، اوه اقسم بالله العظيم، انجاز والله انجاز. هذه صعبه جدا يا ساتر، هذه بالعادي ما يلا امشي فيها مقلوب. يا ساتر. اوكي وزن وزن وزن، بلا في شكلك وزن وزن. لا لا لا، الحمد لله اني سقيت الماي من فوق، ما يحسب الحمد لله. يا ساتر، هذه كيف خشيتها؟ ما ابغى المس هذه لانها بتحوسني حوس. وزن لها شوي، والله العظيم لو خلصت عاد. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. لوخ وحده، صار اني احط اني وصلت يا شباب. لاني وصلت لا بدون ما المس هذه، صح؟ والله ما ادري ايش صاير. هذا كيف خشيت انا باص عيون؟ اوه الارقى اللي فوق، يا ساتر يا ساتر. او انزل تحت. هلوين. يا ساتر. والله العظيم ادائي في ذا الماب للحين يعتبر مره كويس ترى بالجرافيتي ذا. جربوها، حطوا الجرافيتي صفر. اللي يقول كيف تحط جرافيتي صفر، حاطه باكس مود. باكس مود هو اللي يعدل الالوان وكل شيء، قد نزلت عنه شرح كامل، مو شرح كامل، شرح عندنا كيف تغير الالوان. وتوني ادري انا اصلا بدك تعدل المبات وزي كذا من باكس مود. وصلت يا عيون يا عيون، وصلت وصلت. يا ساتر، هذه كيف غش؟ اوف اوف اوف، غشيت عيال. والله العظيم لو ما تسوون لايك، والله لو ما حد يحط قدرات بشوف امزح، يعني سووا اللي تبون، تبون لايك خلونا نوصل 700,000. والله العظيم ترى يعني 2020 كئيبه شوي يعني، بس لو وصلت 700,000 تصير جميله جدا. هذا اللي يبغى يستغل شيء، بس والله صدق يعني ليش ما توصلون 700,000؟ اغلب اللي يشوفوا المقاطع انا مستغرب ان اغلبهم ما اشترك. والله اذا وصلت هذا الحد من المقطع وما اشتركت وما عندك حساب، سوي لك حساب واشترك عادي يعني، على زر التنبيهات على طريقك وحط قدرات ولايك يعني وكل شيء. ايش بقي؟ يا شباب شباب الامه يا شباب الامه. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، اقسم بالله يا ساتر. انا خلاص انتهيت، انا خلاص انتهيت يا شباب. اوه خلصنا الباب، مو بخلصناه يعني، طلعنا منه صراحه. انا مخي معكوس الحين، قاعد اناظركم ودي انقلب بس ما اقدر. والله العظيم صعب جدا صعب. طيب خلينا نروح على الماب الثاني، شوفوا الماب الثاني وشو شكله. شكله شكله صعب شكله. اوكي حواجز. اوكي الى الحين اول ليفل ايزي. لا 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 والله مو بيزي، هذا مرتفع مره والله، على بالي انه لا. اوف 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 حلو. اوه اوكي هجت شباب. ابغى اسوي اير رول، ابغى اسوي اير رول. خلنا دايم تهج فيني في الاير رول، خلوني احفظ، خلوني احفظ الاير رول على كذا. على اللعبه ذا مستحيل احفظ. اوكي وزنا لها بس بدون اير رول، فنخربها. اير رول جا فينا العيد شباب، والله بدينا نعرف شوي يعني. اوه لازم اروح كذا. اوه الليفل والله رهيب. يا ساتر انا ما ادري شلون وزنت، انا ما ادري شلون وزنت. يا ساتر. اوكي اوكي اعطيها كذا حبه كذا. لا 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 لا، احسب احسبها ما احسبها ما احسبها، عادي عادي. طر 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 بالبوست، طر بالبوست، ايزي شباب. لا 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 مو بيزي مو بيزي. اوكي وصلت اتوقع، يب وصلت الحمد لله. زبانة ذي والله ذا النفق صعب. يا ساتر يا ساتر.
ايش رايك نهدي فيه؟ نهدي فيه ما نتفلسف. هد 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 هد. بس لو تلاحظون هو مايل سهل. لا 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 مو بسهل. مو محطوط على لفه، لا محطوط على لفه ارتفاع فرق بين الارتفاع الثاني. اوه انا كيف وزنت؟ اكفا يا اخي. اوكي جبناها الحين. يا ساتر وش الطبقات هذه؟ يوووو التوزين والله العظيم توزين. هذا اللي يقول لك باخر ركعه بالضبط. والله العظيم ترى الماب مايل، يعني لا تحسبون انه شيء عادي. شوفوا كيف قسم بالله العظيم اداء مشرف. هل تتوقعون انه جوا؟ لا مستحيل اذا جوا. هذا اخر ليفل، والله هذا اخر ليفل. خلاص خلاص لازم نجيبه. نجيبه اقل من خمس دقائق يصير شيء جامد. ما خاف يتهج زي كذا. يا ساتر انا كيف سويتها؟ كيف سويتها من اول مره؟ كيف علموني كيف؟ لا لا نعطيها ليفل زياده لان خلصناها بسرعه. والله ما باتها جامده خرافيه وافكارها خرافيه، بس الله يهديه يعني متحمس شوي بعض الليفلات. اوف والله انه صعب. لازم تدخل السياره بدون ما تكون السياره على راسا على عقب، فهمتوا؟ يعني ما تكون كذا السياره، لا لازم تكون مستقيمه. ونعطيها محاولتين. جبناها جبناها، ما جبناها ننهي المقطع. والله جد يوه يوه يوه. لا 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 يس فاينلي. والله العظيم شيء جميل، اقسم بالله شيء جميل. طيب يعطيكم العافيه على المشاهده، ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع. المقطع هذا مختلف من المابات، اعطينا ماب راسا على عقب ابو زي كذا. فجربوا احكموا بنفسكم هل تشوفون صعب ولا لا. والله انا اشوفه مره صعب، ما ادري شو خلصته. يعطيكم العافيه على المشاهده وان شاء الله استمتعتوا. اشتركوا بالقناه، اشتركوا اشتركوا اشتركوا. والله العظيم اشتراك مهم. نبغى نوصل حاليا 700 مو 700 معليش، حاليا 668,000 تقريبا. نبغى نوصل 700,000 قبل نهايه السنه، يوم 5/12/2020. نبغى تنتهي سنه 2020 700,000 اقل شيء، يعني نبغى فوق 700,000. والله جد اتكلم، لا تكسرون بالدعم، يعني ان شاء الله انكم تفهمون تدعمون زي ما تبون. يعني الله يعطيكم الف عافيه، انا شغلتكم بس ابغى ذا الشيء يصير قبل 2020 او قبل نهايه 2020. يعطيكم العافيه على المشاهده، ان شاء الله استمتعتوا. اذا تبون افكار زي كذا نلعب مابات بدون جاذبيه، نلعب مابات افكار ثانيه نتعرف في الكومنتات. اسال شباب موقع روكت ليج اكستشينج او لايتم شوب. لايتم شوب استفيد منه انا، ما راح يخصم لك كل شيء. في موقع ليج اكستشينج راح يخصم لك 3%. يعطيكم العافيه على كل شيء، نشوفكم على خير. سلام.